بحضور رسمي وتربوي حاشد احتضن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الحفل الختامي لبرنامج بريق للعام الدراسي الحالي 2017-2018. رئيسة شركة النوير الكويتية لإدارة المشاريع الشيخ انتصار سالم العلي الصباح أثنت على الجهود البناءة في تطبيق هذا البرنامج الذي يخاطب الجوانب الإبداعية لدى الطلبة بطرق إيجابية. في أجواء تربوية تفاؤلية اختتمت مدارس وكليات في جامعة الكويت الموسم الحالي للعام الدراسي لبرنامج بريق للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة. سعادة الطلبة تي لما يشوفون أن الناس تقدرهم، لما يشوفون إحنا كبرنامج نقول لهم أنتم عندكم مقدرات كبيرة، هيا نكتشفها، هيا نبرزها. التركيز على الأشياء الجميلة يخلي كل إنسان في شيء جميل يكبره. فهذا برنامج بريق نركز على الإيجابية. برنامج بريق مطبق في عدد من مدارس وزارة التربية وكليات جامعة الكويت، يعمل من خلاله الأخصائيون على تعزيز شخصية الطلبة واكتشاف الطاقات الإيجابية لديهم وإبراز المواهب الشابة. هذه بالفعل اللي احنا قاعدين نطمح له من خلال الشراكة الفعلية مع الجهات المعنية ذات الصلة. احنا الحين الدراسة المقبلة للعام الدراسي القادم راح تكون نتائج أفضل بكثير على مختلف المستويات، وراح تكون هناك مشاركة أكبر بمختلف مدارس وزارة التربية. الحفل الختامي تخلله العديد من الفقرات الفنية والترفيهية التي تبرز المواهب الإبداعية لدى الطلبة ممن شاركوا في البرنامج. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.